احنا اليوم في اطار الاجراء ديال البروتوكول الاتفاق اللي كنا درنا مع شركه اوزون واللي كيهم جوانب الملف المطلبي ديال الاتحاد العام للشغل المغرب، لا فيما يخص الجانب القانوني والاداري اللي كيعني المستخدمين، ولا كذلك فيما يخص الجانب الاجتماعي. وهذه خطوه درناها مع الشركه من اجل بناء الثقه اولا، من اجل كذلك الوصول لاتفاق جماعي اللي غادي يكون ان شاء الله مقبل. هذا اليوم هو يوم كذلك كنعبروا فيه على انه الاتحاد العام للشغل المغرب هو شريك اساسي في المصنع، في المعمل، في الاداره، وعلى ان طموحنا الاساسي هو على انه تكون عندنا مؤسسات انتاجيه قويه، ويكون عندنا كذلك مستخدمين عندهم حقوقهم اولا وقادرين على ان يكونوا مؤطرين من طرف النقابه، وعلى ان النقابه هي شريك. واليوم كنعبروا عن هذا الشيء بتوقيعنا وبالاجراءات ديال هذا الاتفاق البروتوكول درنا مع شركه اوزون.